الله وبركاته مع حضراتكم الدكتور محمد طويل، كل سنه وانتم طيبين. جالي اكتر من استفسار، اتمرن امتى؟ هل قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ هل قبل السحور ولا بعد السحور؟ ولا هل اوقف تدريب خالص عشان ما احرقش واخس عضلات؟ بصوا يا جماعه، التدريب افضل وقت للتدريب زي الابحاث ما قالت ان افضل وقت للتدريب هما ثلاث اوقات، او معظم الابحاث حددوا ثلاث اوقات. اول وقت قال لك ان هو قبل الفطار. قبل ليه؟ قبل الفطار. طب ده مين اللي يتمرنوا؟ اللعيبه ولا الناس اللي بتخس؟ لا، الناس اللي بتخس. طب ليه يا دكتور الناس اللي بتخس؟ لان الوقت ده بيبقى انا خلاص الجلايكوجين استنفذ في العضلات وفي الكبد، فبتجه لنظام تاني وهو نظام الدهون، ان انا بحرق فيه الدهون. وما تخافش عضلاتك مش هتخس قوي، لان الجي اتش هنا بيحافظ على الايه؟ على حجم العضله، تمام؟ وكده كده حسب الهدف بتاعك انت بتتمرن ليه، تمام كده؟ فلو عشان تخس يبقى افضل وقت اللي هو فين؟ قبل الفطار. طب مدته 60 دقيقه، لا يتعدى ال 60 دقيقه، حط تحتها 100 لاين، 100 خط احمر، تمام؟ ريد لاين هنا يا جماعه 60 دقيقه، ما يتعداش 60 دقيقه، وبشده متوسطه. انا قلت وبشده متوسطه. طيب لو انا لعيب بقى وبلعب بودي بيلدر ومش عارف ايه، اتمرن قد ايه واتمرن امتى؟ افضل الابحاث قالت العلميه والعالميه قالت ايه؟ ان افضل وقت من 3 ل 4 ساعات من بعد الفطار، حسب بقى دسمه الوجبه دي، وطبعا حسب السعرات الحراريه بتاعتك، ولازم تشرب ميه في التمرين. ولو تمرينك عدى 60 دقيقه الميه لوحدها مش هتكفي، لازم ياخد عصاير طبعا بدون سكر، تمام كده؟ طيب الوقت اللي قالوا برضو ان الوقت ده ممتاز جدا اللي هو الوقت اللي ايه؟ قبل السحور، يعني انا خلاص خلاص هتصحى، ده برضو وقت ممتاز، تمام كده؟ ولازم اشرب ميه. بس المعظم او الاجمالي قال ان انا لازم اتمرن في من 3 ل 4 ساعات من بعد الفطار، ده افضل وقت، افضل وقت، تمام كده؟ ولازم طبعا زي ما قلت احافظ على شرب الميه والسوائل، وما اشربش كميه جامده جدا مره واحده، لا لازم اشرب مثلا من 100 ل 200 مللي جرام كل مثلا 10 15 دقيقه. طيب ايه اسوأ وقت بقى ان انا ما اتمرنش فيه وابعد عنه خالص؟ وقتين، اللي بعد الفطار مباشره، لان الدم بيبقى في المعده ومرتكز في المعده كتير، فبالتالي انا هبقى هبطان ومش هقدر اتمرن، والسوائل لسه ما ظبطتش في جسمي. الوقت التاني في عز النهار، وليه؟ لان درجه الحراره هتبقى عاليه قوي، فبالتالي انا هعرق، فبالتالي اطلع سوائل وافقد سوائل كتير، فبالتالي برضه ههبط، وهيبقى في مده كبيره ما بيني ما بين التمرين وما بين ايه؟ مده الفطار. طيب اللعيبه اللي بتقول ده دكتور ان وقف تمرين احسن، انت كده يا وحش بتخسر عضلاتك وبتهدم وبتدمر نفسك. اوعى توقف تمرين في رمضان. شكرا لكم واشوفكم الحلقه الجايه.